انا مبسوط قوي انها في مهرجان اسوان. مهرجان اسوان السينما المرأة دي يعني حاجة عظيمة بقى لها 5 سنين مستمرة بشكل رهيب. لو انا هتكلم عن مهرجان اسوان انا نفسي تشوف رياكشنات على اهل اسوان نفسهم. نفسي كل واحد منهم كده ياخد الكاميرا بتاعته وينزل يتفرج على الابتسامة على وشهم على الضحك على وشهم قد ايه عندهم حماس. النهارده سواقين التكوسة بيشتغلوا، النهارده سواقين حناطير بيشتغلوا، كل الناس اللي في البازارات بتشتغل مش بسبب المهرجان، بسبب الناس بتفتح بحبها بضحكتها بتخليك لازم تشتري منه، لازم تروح تقف معاه، لازم تروح تتكلم معاه. ده بالنسبه للمهرجان اللي بيعمله في اسوان، دي حاجه عظيمه. والناس اللي معترضين ان اسوان في عز الصيف مش مشكله خالص، حراره اهل اسوان واستقبالهم لينا بيدوب اي حراره تانية. الورش انا فوجئت بالورش، انا طبعا بسمع عنها بقالي فتره طويله جدا بس لاول مره اتفرج على افلامهم، لاول مره بشوف النهارده فعلا مخرجين شطار جدا جدا جدا. والمفاجاه بالنسبه لي انهم مخرجين بنات قدروا يطلعوا حاجه لطيفه، كل واحد تبنى فكره او تبنى حاجه لو صغيره خالص، حتى لو كانوا بيتكلموا على فكره الاكل، فكره الناس بتوع البحر. النهارده لما بنتكلم على فيلمين بيمسوا اهل اسوان نفسها، فانا صراحه يعني لو مش عايز اقول برفع لهم القبعه لكن انا بنحللهم احتراما.